السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا اغلى متتبعين. شكرا لكم، شكرا على التعليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني، والله العظيم الى التعليق ديالكم فاش كتقراهم نسيمه. غنقول لكم يا اغلى متتبعين شكرا لكم، الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. والفقره ديالي اللي لقى واحد الاقبال، بزاف ديال الناس صوناو عليا قالوا لي جربنا الفقره ديالك ملكه وصدق هو هذاك، وشكرا لكم، الله يحفظكم، الله يسهل عليكم يا اغلى متتبعين ديالي. واليوم ان شاء الله غندوزو عاوتاني ندير معكم البهله اللي كتحمق الجامع، الناس اللي دايقين البهله ديالي كتحمقهم كتحمقهم، وغنديرها معكم ان شاء الله المتتبعين. نشارك معكم المقادير من الاول حتى الاخير. غندوزو نديرو البهله اللي كتحمق الجامع البنات، والله الا هذه البهله هذه كتحمق الناس اللي كلاها كيدوخ. البهله السر اللي كندير البهله، المهم غنضيف واحد ربعه ديال الزبده، ربعه ديال الزبده، وغنزيدو زلافه ديال سنيده، هانتوما هما جوج كيسان، انا غير كنعبر بزلافه، وغنزيدو زلافه الزيت. انا البنات غندير كلشي في البانيو عاد، حيت ما كاينش اللي كيرمي ليا دا، ما غادي نحك الزبده مع سنيده والزيت مزيان حتى يتخلطوا، عاد نرجع ندير مقادير اخرى. وهي انا ندير كلشي مجموع، والكوك المد مال البنات، انا كاين الكوك المد، ها نتوما الكوك المد كديروا ليه هكا مد وفيه الريحه، كنديروا زلافه حتى هو منه. كنديرو معلقه ديال الحامض البنات، معلقه ديال الحامض، انا فاش كتكون عندي النطا كندير النطا، وغنديرو معلقه ديال فاني، هانتوما فاني يلا علقه جديده نحلها معاكم. النهار تبارك الله صبحات الشتا يا بنات، شتي شتي، ندير واحد المعلقة من هادي حيت مجاهدة، نسقطوها ليكم إلا عندكم النكهة ديال النطا كتردها وارا. غادي ندير الملحة ضروري، من الملحة واحد النفقة هي فيها، وغادي ندير هانتوما ندير الخميرة، هاد الخمارات اللي كندير فيها ندير فيها الطحين جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، أربعة ديال الخمارات. بسم الله يا ربي، ودابا غنذوبو هدا، الزبدة دابا بارد الحال، هاكا تبغي تذوب لينا، كنديرو واحد شويه في الميكرووند، ولا إني كنضربها حتى كنذوبها، لا النافع طاح ليا ف سنيده الخيارات ديالو. الزيت ديالنا راه الا ما هزيتش يدي ما طلعتش مشكل،
قبل ما نضربوها مزيانه البنات، انا ما نقطعش معكم الفيديو. ودابا غنخوي الطحين. مهم الطحين على حسب كما كنقول لكم، مهم كتدي، كاين الطحين اللي كيهز كيلو، كاين الطحين اللي كيهز غير شويه، على حساب البنات. ما حدكم كدلكوها، ما حدها كتطلق. صافي ندلكوها دابا مزيان، يلا بقاو معايا البنات، ندلكو مزيان ونعاود نرجع معكم البنات. هاكي كتجي، كتجي تقولوا هنايا اللي شافها هنا يقول راه ما غاتجمعش. ها نتوما دايره بحال الكسكسو، ها ولاني راها رطبه. صافي ما غنزيدها لا الطحين لا والو. صافي كنهزها كنحكها ما بين يدينا، ها نتوما ها هي تجمعت، شتو. صافي ما غنزيد لها لا طحين لا والو. صافي دابا غنكور ونحط في الطاسات. ها نتوما ها نتوما صافي البنات، هانتوما دابا صافي غنستمر بهذه الطريقه، غنكور هذه باش نعاود واحد 4 د العجينات اخرين ولا 5 ان شاء الله، باش نطلعهم للفران ديال الزنقه. انا كندير كنطيبها في الفران ديال الزنقه، هو كيتقنها يا البنات. يلا بقاو معايا، ما تمشيو فينا البنات ان شاء الله. المهم تطيب البهله ديالي ونعاود نرجع معكم. شوفوا البهله كي كتجي تبارك الله ما شاء الله. يلا بقاو معايا انتم البنات، البهله تبارك الله طابت انتم. انا كنستفى البنات، ها الهبله ديالي، الهبيله نيت البهله ديالي بعد ما طابت، جات تبارك الله ما شاء الله البنات. كتحمق كتحمق والله العظيم. عاود تاكلوها فيها واحد اللوغو وار وار بزاف البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله انتم، واخا تصوير والله التصوير ما كيعطيها حقها، مفقعه مفقعه واللوغو اللي فيها ما نعاود ليكمش. وشوفوا تبارك الله هذا الفانيو، هذا راه فيه شي 7 ديال العجنات، عرفتي شحال من كيلو تبارك الله، راه غتكون هنايا شي 20 كيلو تبارك الله ما شاء الله. وعاوتاني ما درت شويه هنايا، وهنايا عاوتاني البنات ها هما هادو انتوما تبارك الله ما شاء الله، حيت طالبينها الناس بزاف. وبنت غالي داقها المره الاولى رجع عاوتاني المره الثانيه، اللي داقها المره الاولى كيرجع. نتمنى الطريقه ديال البهله ديالي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها يا البنات والله العظيم ما تندموا عليها. جربوا الطريقه ديال البهله ديالي، ما غتندموش عليها يا البنات، ما غتندموش ما غتندموش. الناس كاينين الناس بزاف اللي ضايقين البهله ديالي، كتحمقهم طريقه ملي كعطينا الطريقه. انا عطيتكم الطريقه، عجنت قدامكم كيلو ديال الطحين قدامكم، ومور داكشي درت التخليطه ديال 6 كيلو 6 كيلو اللي درت بوحدها عجنتها كامله وخلطتها. نتوما كما كتشوفوا الطريقه ديالها كي كتجي، كتجي كتحمق كتهبل كتسطي، ما نكذبش عليكم البنات. شوفوا تبارك الله متتبعين رقيقه، ماشي هذوك اللي كيكونوا لا 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 لا، رقيقه وخفيفه. ودابا يا البنات هذه غادي ندور لها السلوفه ان شاء الله، تنعبرها في الطاسه تنسالي الحلوه كلشي باش نقص الارض. النهار ديال العبر بوحدو، العبر كيخصو الوقت، كيخصو الوقت وتركزي بزاف ديال الحوايج. واخا تسالا ليا السلوفان الكبير، شدي انا اريتي راسي من تما، تسالا ليا السلوفان الكبير والله الا لقيت المشكل. تسالا ليا السلوفان ديال برا غزال تبارك الله. داك لاخر غليظ هذا، ما كيلصقش، هذاك لاخر كيلصق.
المهم غير نغطيوها دابا ونرميو عليها شي زيف. ان شاء الله البنات دابا نخليوها ان شاء الله تنعاود نعبروها في هذا، نعبروها في الطاسات. المهم هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم.